آسفة جدا، الصفقة دي وصمة عار على جبيني. ده أنا دخلت السجن واتبهدلت عشان بكره حسين الدهشان وأمثاله. أقوم لما أخرج منه ألاقيه بقى جوز أمي. إزاي ترضي؟ إزاي ترضي إن أنا لما أخش السجن تبقى راسي مرفوعة ولما أخرج منه تبقى راسي في الأرض؟ وبعدين هان عليكي إزاي؟ هان عليكي إزاي يا أنكل محمود؟ وهو فين أنكل محمود؟ كان متخيل انه هيسافر ويرجع يلاقيني زي ما انا.
سابني مرة واثنين وتلاتة. أنا ما حدش يلومني، أنا جوزت زي خلق الله. حسين الدهشان! قلت لك ليه؟ حرام عليكي بقى، حرام عليكي! خلاص تطلقي منه النهار. الموضوع مش سهل زي ما انت فاكره كده. اوكي انت رايحه فين يا ياسمين؟ انا مش هقعد في بيت واحد مع الراجل ده. ده كتير عليا قوي يا رب، ده كتير. اسمعي يا ماما، انت طول عمرك كبيره قوي في عينيا وجوه قلبي. خليني امشي وانت امي اللي علمتني وربتني، ربتني على الخير والحق. تخلينيش اغير صورتك جوه عليا. سلام. هتروحي فين؟ عند اي حد من اصحابي. اهلا اهلا اهلا، هتطلع على السلامه است الكل. هو في ايه؟ انتوا اتخانقتوا مع بعض؟ جميل قوي قوي قوي، الف مبروك يا محمود، الشركه الجديده اتجنن. البركه فيك انت يا اندريا وفي ناتاليا طبعا. بركه فيك انكل محمود. انما انت ما قلتليش بقى، ايه رايك في ذوق المكتب الجديد؟ الذوق حلو في حاجه يبقى حلو في كل حاجه. اندريا ابعد عني، ناتاليا انا مش قدها. ومين قدها؟ دي مغلبه خطيبها مع انه ولد طيب وغلبان وعاقل. هو ده مجنني دادي. انت ما ينفعكيش غير الولد الطيب والغلبان والعاقل، لكن لو خدت واحد مجنون زي حالاتك هتعيش انتوا الاثنين ان شاء الله في مستشفى الامراض العقليه. اخدي كده دادي بيقول علي مجنون. ما انا اللي قايل له. كاليميرا اندريا بيه. كاليميرا خالد. اتفضل اندريا بيه. اتفضلي مدموزيل. ثانك يو. اتفضل محمود بيه. ايه ده؟ ايه ده يا خالد؟ ده شربات ورد، ما تستغربش يا اندريا بيه، ده بقى احلى حاجه بنقدمها في الافراح عندنا، لكن النهارده احلى فرح في بر اليونان بحالها. فرح. يلا يا سمرقط بقى. ايه العلب دي يا ابو العربي؟ كل علبه من دول فيها سنكاوشتين وحته بسطه. سنكاوشتين وحته بسطه؟ امال يا محمود بيه مش النهارده فرحك؟ ربنا يتمم بخير يا رب. حاجه بسيطه يا محمود بيه عشان يغيروا بيها ريقهم. اتفضل يا اندريا بيه. ميرسي. اتفضل يا مدموزيل. اتفضل يا باشا. اتفضلوا ولا لو تزفوني؟ ما احنا فيها اهو يا محمود بيه. نقطه بقى وعوالم. اتفضلوا ما تدخلوش حد. يلا اتفضلوا. ماشي يا باشا. اتفضلوا. بعد اذنكم. مشرفني. ماشي يا باشا. اتفضلوا وقفلوا الباب. حاضر يا محمود بيه. فرحانين بيا قوي. مش لوحدهم، اكيد في ناس تانيين. المهم هتبتدي الشغل امتى؟ اول ما اعمل المركب بلوس التامين. تعرف مين اللي هيعملها؟ اي شركه تامين؟ لا مش اي، هي شركه واحده بس اللي واخده حق التامين على كل البواخر اليونانيه. يا سلام، ايه لزوم بقى الاحتكار ده يعني؟ نفوذ بقى. هتقول ايه؟ الشركه دي بقى بتاعت مين؟ بتاعت جورج نيكولاس. انا يسعدني انك تامن على الملك. عارف طبعا احنا مفيش بينا غير كل خير، بس لازم لجنه من عندي تروح تفحصه وتقدر تمنه. لا من ناحيه تطمن، لان انا مجدده اول عن اخر، وبالنسبه لتمنه انا واخده في المزاد ب 200 الف دولار. ممكن طبعا تتاكد بنفسك. دي مجرد اجراءات روتينيه. عارف يعني امتى تيجي اللجنه ان شاء الله؟ ان انا مستر جورج عندي نقل وشحن وعندي عقود. انا عارف، انا بعرف كل حاجه في اقرب وقت. ده عشمي برضو عشمي. اقوم انا. ما لسه بدري. معلش انت عندك شغل وانا كمان عندي شغل. اشوفك ان شاء الله قريب. شرفت محمود. شرف لينا. كاليميرا إليانوس، صاحبك دخل المصيادة برجليه. بصراحة أنا لغاية كده ما أقدرش أعمل حاجة. بنتك أنت اللي مربياها ومدلعاها. إذا كانت بتتهمني إن أنا اللي أخرت خروجها من السجن عشان أجوزك بالذمة، في حد يقول الكلام ده؟ يعني أسيبها تروح مني؟ طب قولي لي أعمل إيه وأنا أعمل؟ لو كانت بنتك كنت هتعمل إيه؟ كنت هتسيبها تبات بره البيت من غير ما تعرف مصيرها؟ بصراحة لو بنتي كنت هعرف أربيها، كان زماني دفنتها بالحياة.
خلاص خلاص، ما 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 ما, ما تزعليش، ده احنا لسه في شهر العسل. انا عايزه بنتي يا حسين، انا عارفه ان انت واصل وايديك طايله، لو عايز تجيبها هتجيبها. حاضر حاضر، 24 ساعة بالظبط وهعرف لك هي فين ومع مين. طبيعي جدا ان الرأسمالية القديمة تتجوز الرأسمالية الجديدة، العقلية واحدة، نفس المناخ الفاسد. ليه بقى مستغربة يا ياسمين؟ اصلك ما تعرفش ماما يا اسماعيل، دي زي كأنها واحدة تانية، مش هي دي الست القوية المسيطرة اللي بتتحدى كل شيء حتى مشاعرها. انا مش قادرة افهم ازاي الراجل ده قدر يضحك عليها، انا هتجنن يا اسماعيل هتجنن. ولا تتجنني ولا حاجة، اقرأ التاريخ كويس قوي هتلاقي ده بيحصل في كل زمان. الطبقات اللي بينها مصالح مشتركة بيحصل بينها انجذاب وتوحد في الفكر والاتجاه. روميو لما حب جولييت كانت طبقة بتحب طبقة. طب والأميرة والشاطر حسن؟ ما هي غنية وهو فقير. الأميرة والشاطر حسن أساطير، والأساطير سموها كده عشان عقل الإنسان ما قدرش يفسرها لأنها ضد المنطق. عموما يا ياسمين انسي الجواز والطلاق والحاجات البسيطة دي وارجع عشان تكافحي. أرجع فين؟ بيت مامتك. ليه؟ أنت زهقت مني؟ إزاي تفهميها بالشكل ده؟ أمال أفهمها إزاي؟ أصل أنا مسافر يا ياسمين، مسافر ومش هرجع تاني. انا مش عارف الراجل ده عايز مني ايه. يا محمود ايه ده ايه ده اهدى ازاي بس يا اندريا، شهر بحاله لغايه دلوقتي ما بعتش لجنه تقيم المركب ولا عمل اي حاجه خالص. هو يمكن مشغول. مشغول ازاي يا اندريا؟ هو هيروح بنفسه؟ ده اوردر هيديه، الموضوع كله يخلص بعد ساعتين. لا الموضوع مقصود. انا بقى عايز اعرف ايه بالظبط اللي بينك وبين جورج. حاجه تافهه، وهو اساسا راجل تافه. لا جورج مش تافه، بس انت قلت لي قبل كده ان انتوا الاثنين مش ممكن تحبوا بعض. الكلام ده لو انا رايح اخطب بنته يبقى لازم نحبوا بعض، لكن ده بيزنس، شغل، مصالح مشتركه ملهاش اي علاقه لا بحب ولا بكره. اندريا حاضر انا هكلمه تاني. ارجوك اندريا انت في السوق عارف انا عطلان. اندريا انا بخسر كل يوم عقود وبيزنس وفلوس. أرجوك أندريا قول له بلاش العلاقة بيني وبينه تبتدي بغدر. ابن حلال كنت لسه عدى عليك. جيت أسلم على خالتي فاطمة وخالتي عليا. طب يلا ادخل. تعالى. اغصى عليك يا مصطفى كده برضو يا حبيبي، عايز تسيبنا وتسافر؟ يا عمتي سيبيه يسافر، كلها شهرين ويرجع يقول حقي برقبتي. يا ابني مفيش احسن من مصر صدقني. هو في ايه؟ شوطه شوطه وعماله تاخد الرجاله سفر سفر سفر، كانهم لو قعدوا هنا مش هيلاقوا لهم فرصه. اعمل قرشين. تعمل قرشين ولا عايز تهرب؟ خلاص خلاص اديني سكت. يلا يلا سلم عشان الحق اوصلك. ما لسه بدري، وبعدين انت المفروض تيجي عشان تبارك. خير يا خالتي. خلي بالك من نفسك وكل كويس، كل كويس عشان انت خاسس، شكلك بقى عامل زي القلم الرصاص. عشان يا خالتي. هي سنة لو اتأخرت اكتر من كده لا انت ابني ولا اعرفك. دلوقتي كبير في سنة جرى يا جماعة، هو رايح ومش راجع يعني؟ بعد الشر. كفاية دموع بقى، يلا يا ابني عشان الحق اوصلك، زهقت من خلقتك. اغصى عليك يا يوسف طول عمره غلبان. انا مش موافقك ابدا على اللي انت بتعمله ده. 10 دقايق مش اكتر، مش لازم النهارده يعني يا مصطفى انت عارف. معلش يا يوسف عشان مسافر، سلم على ابونا شموده وامشي على طول. اهلا اهلا، ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. مصطفى مسافر النهارده وصمم يجي يسلم على حضرتك. على فين العزم يا بطل؟ الخليج ان شاء الله. شد حيلك. خلاص مش سلمت يلا بينا بقى. ابونا نفسي اسالك سؤال. اتفضل اسال.
يبعدوني عن مريم وانا بحبها. انت اتجننت ولا ايه؟ سيبه يا يوسف. عشان انا مسلم وهي مسيحيه؟ من رب واحد وكلنا مصريين. ليه تفرقوا بينا؟ انت باين عليك اتجننت بجد. يلا انا هحكي لك حكايه يا مصطفى. سنه 1919 لما كانت مصر محتله، حاول الانجليز يفرقوا ما بين المسلم والمسيحي. قال ايه؟ بحجه حمايه الاقليات. تعرف مين اللي رد عليهم؟ راجل شجاع مسيحي اسمه القمص سيرجيوس. راح الازهر وخطب في الناس وقال اذا كان تحرير مصر محتاج للتضحيه بمليون مصري، فالمسيحيين هم اللي هيضحوا بالمليون دول. يا ابني كلنا مصريين، والحب شيء جميل لان الله محبه، والاسلام بيقول لا ضرر ولا ضرار. وقصه حبك لمريم اذا كانت هجيب الضرر لعيلتها وتاذي مشاعر اخوانك المسيحيين وصاحبك شكري وانت مصر عليها، يبقى انت في الحاله دي بتفضل المصلحه الخاصه على المصلحه العامه. عمرك سمعت عن وطن بيضحي علشان خاطر فرد؟ لا. الشيء الطبيعي ان الفرد او الجندي هو اللي يضحي علشان خاطر الوطن. انت ضحيت بحبك لكن كسبت كل الناس. وتاكد يا ابني ان محدش بياخد كل حاجه. يلا يلا ابن حد يجي يشوفنا هنا. شوف وشك بخير يا ابو. تروح وترجع لنا بألف سلامة يا درش. مصطفى وتصالح. نعم. سمعت اللي قلته، الحقه، هو ويوسف لسه ماشيين من عندي. يا ابونا ده الرب يرعاك. اركبها يا معطية. شكري؟ ايوه يا اخويا شكري، يلا اركب. يلا يا مصطفى عشان اوصلك. انت مش مسافر؟ اه مسافر. طب يلا يلا مصطفى. طب وانت يا يوسف؟ لا انا بيني وبينك عايزكم تقعدوا تتكلموا مع بعض شويه قبل ما انت تسافر. ما تركبوا يلا. وانت تعمل ايه يا يوسف؟ لا انا هروح احضر فرح مريم. مصطفى هتوحشني. طيارتك الساعة كام؟ بالليل الساعة 8. وهتركب منين لغاية مصر؟ سيدي جابر. يا ابني انت ليه سفرك؟ صدقني البلد دي احسن من غيرها مليون مرة. يعني الرزق تروح وراه لأي حد. مصطفى انا كنت عايزك تعذرني وتقدر اللي انا كنت فيه. اعذرك، بس انت كمان لازم تعرف اني عمري ما خدعتك ولا ضحكت عليك، وانك كنت بالنسبة لي اخويا واكتر من اخويا كمان. على فكرة انت مش محتاج تقول الكلام ده لاني عارفه كويس قوي، وحتى قبل ما اعرفه وانا حاسس بيه. انا فكرت الف مرة اقولك، بس حقيقي المشكلة كانت اكبر مني، ما بقتش عارف اتصرف ازاي. وجايز ما كنتش عارف حقيقة احساسك بمريم، هل ده فعلا حب ولا مجرد اخوة وجيرة وعشة عمر؟ عموما مهما كان طبيعة احساسي بمريم ولا حتى شعوري ناحيتها، كل شيء انت، ولازم تعرف اني كنت بخاف عليها اكتر ما كنت بخاف على روحي. انا متاكد، وعارف كمان ان هي خدت هدومها في لحظه تيش، وانها كانت عايزه. ما تكملش يا شكري. مريم كانت يائسه ومحبطه، والياس ما ينفعش تحاسبه لانه زي المريض بالظبط. المهم انها بقت كويسه، ربنا يتمم لها بخير ويسعدها.
درش احنا هنفضل صحاب طول عمرنا. شكري احنا كبرنا سوا، امك بدل امي اللي ماتت، اكلت في بيتكم عيش وملح. بعدين يا اخي العشرة ما تكونش غير وعد حرام. يعني صفي يا لبن؟ طبعا صاحبي واخويا وحته مني كمان. حاسب يا شكري حاسب. الرب هو الراعي والشافي. مش فاهم، مفيش حد يخرج يطمنا؟ اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. يوسف شوف لنا الأخبار ايه جوه. بقول لك يا اسمح، ممكن حد يخرج من جوه يطمنا؟ مفيش حد فاضي دلوقتي. دكتور الله يخليك طمنا طمنا يا دكتور. بصراحة الحادثة كبيرة واحنا بننقل لهم دم كل شوية، وعلى العموم من حسن حظي في خبير انجليزي بيزور المستشفى بالصدفة، وده من اكبر الدكاترة في جراحة القلب والأوعية الدموية في العالم. ادعوا لهم تعدي على دكتور. الله يخليك طمنا، ايه الاخبار؟ انتوا اهالي الاثنين اللي جوه مش كده؟ ايوه. انا مش عارف بصراحه اشرح لكم الموضوع ازاي، بس لازم تتاكدوا ان احنا بذلنا اقصى جهد ممكن. طبعا انا مش عارف مين ابن مين فيكم، لكن الخبير الانجليزي عاوز موافقه حالا على عمليه هيعملها. عمليه؟ عمليه يا دكتور؟ هو لحسن الحظ ان فصيله دم الشابين واحده، لكن واحد فيهم للاسف مش هنقدر ننقذه. التاني بقى عشان يعيش لازم نعمل له عملية نقل قلب الشاب الأول اللي حالته ميؤوس منها. لو كنتم موافقين لازم تمضوا على تعهد بكده. تحبوا تعرفوا مين اللي هيموت ومين اللي هيعيش؟ عمل ايه ده عشان يموت؟ اللي عمره ما فرح يوم واحد في حياته، عمره ما كسب جنيه واحد في حياته، كل ذنبه انه حب. قولي يا بابا، هو الحب ده ممنوع؟ لو ممنوع قولي، قولي وفهمني. اهدى اهدى يوسف امال اهدى. أنا عارف إنه كان عزيز عليك وعلي أنا كمان. أنا كنت بعتبره زيك بالظبط، ابني الله يرحمه. ما كانش من حد أي حاجة، ما كانش مننا كلنا غير كل إهمال ولا مبالاة. حتى انا ما قدرتش قد ايه كان انسان حساس وضعيف وغلبان. ازاي سبته يسافر؟ مش عارف ازاي ما منعتوش من السفر؟ ازاي يا بابا افرط في صاحب حقيقي بالشكل ده؟ ازاي ابني الموت محدش بيقدر يهرب منه. عارف، بس مصطفى بابا ما ماتش في حادثة. مصطفى احنا اللي موتناه وهو في وسطنا. انا مش قادر اسامح نفسي. نسيته يا بابا. نسيته انه مجروح وتعبان. ما اهتمتش غير بالسينما وبالافلام وبالمشاريع. ونسيت أهم حاجة اتعملت عشانها السينما،
البني آدم والأخ والصح والعشرة والقلب الطيب والعيش والملح وكل حاجة. ليه يا يوسف بتجلد نفسك وبتلوم في روحك لأنك السبب في موته؟ هو أنا ممكن ما كنتش السبب في موته آه، بس على قد ما كنت قريب منه على قد ما كنت بعيد عنه. بابا انا مش قادر اقعد هنا، خدني معاك اليونان ارجوك يا بابا. يبصلي واليطن باين في عيني، احس بقهرته هو شايف العيال كل واحد في حضنه، احس انه نفسي يترمي في حضنه بس مكسوف. اقوله تعالى يا مصطفى تعالى يا حبيبي، يفضل كشيش في روحه لغايه ما اشده واحضنه وابوسه في عينيه. قلبي بيروح الغلط فيا ولا في الزمن؟ الله 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 جرايا عليا، ده انت ست مصلية وعارفة ربنا. شكرا يا وحمد فضله، ادعيله بالرحمة. عياله ازيك يا فضل؟ ازيك يا ابني؟ وحشتنا. انت يا حبيبتي اللي وحشتيني. لسه زعلانه مني؟ ما اقدرش ازعل منك. انت مش عارف قلب اختك ولا ايه؟ عارف يا حبيبتي، مفيش اطيب منه ابدا. يوسف عامل ايه؟ صعبان عليا قوي يا فاطمة، مش عايز يقعد في مصر. خده معاك وانت راجع. البيت ده يظهر انه بيكره الرجاله، ملهمش عايش فيه. ليه بتقولي كده يا فاطمة؟ انا خايفه قوي على يوسف. شوف كده تاريخ البيت واقراه. زين، بابا الله يرحمه امين جوز اختك واحمد ابنها ومصطفى. الدنيا علمتني يا فاطمه ان مفيش حاجه بتفضل على حال، لا حزن دايم ولا فرح دايم. الغني بيفتقر والفقير بيتغني، وناس تغيب وناس
الناس تعود. الدنيا اللي احنا اتخلقنا عليها يا فاطمة فيها كل حاجة وضدها، ست وراجل، غني وفقير، فوق وتحت، ليل ونهار، مية ونار، كل حاجة وضدها. البيت ده زي ما عاش أحزان يا ما عاش أفراح وضحك وليالي مليانة بالدفى والأيام الحلوة. يا حبيبي يا حبيبي يا بابا وحشتني أوي يا أحمد، وحشتني أنت كمان يا بابا، وحشتني أوي أوي. مش قلت لك يقطع من هنا يوصل من هنا؟ ألف حمد وشكر ليك يا رب. معقول خالي محمود؟ الحمد لله على السلامة. يا هلا الحضن يا هلا. كفارة يا زعيم، ها؟ السجن للجدعان. وحشتني وحشتني أوي يا أحمد. وأنت كمان يا أحلى خلف الدنيا يا نصاب. أستاذ يوسف بنفسه كبير مخرجين مصر. ازيك يا شو، وحشتني. الحمد لله على السلامة يا أحمد. هي اللي ماله ده؟ اوعى تكون زعلان اني خرجت، مستعد ارجع تاني. لا الهي ما يرجع دي ايام. امال مالك يا شو؟ ماله ده يا جماعة؟ ألف حمد لله على السلامة يا شكري، ربنا نجاك ورعاك. الحمد لله. طيب ادينا اهو اطمنا عليك دلوقتي وبقيت زي الفل. أنا لازم أنزل مصر بقى عشان أسافر على شغل من هناك. ولا إيه يا مريم؟ أه طبعا. ما تعطلش نفسك. يلا يا مريم، يلا مع جوزك. حاضر. طب سمير يلا نسيبهم يسلموا على بعض. مريم يا حبيبتي، خلي بالك من جوزك، حطيه في حباب عينيك. ربنا ربط بينكم بالرباط أبدي. عارفة يا ماما، سمير فعلا طيب حلال. الحمد لله. كفاية عياط بقى، أصلكوا هتوحشوا حبيبتي. وانتي هتوحشينا أكتر. خد بالك من صحتك يا شكري، حياتك غالية قوي. انت تعبتي وتعذبتي قوي يا مريم، ودي الوقت ان انت تستريحي. الله يرحمك يا مصطفى. انت ياسمين؟ انتوا مين؟ رد الاول. انت ياسمين؟ ياسمين هانم يا حيوان. معلش يا ست الكل، احنا اسفين على الازعاج. حسين الدهشان؟ ممكن حسين الدهشان. انت عايز مني ايه؟ وايه الطريقه دي؟ ايه الطريقه اللي دخلتوا بيها الشقه دي؟ اولا الشقه واخده على الطريقه دي، وانت عارفه بتعمل فيها ايه. ثانيا دي اوامر ماما، وانت عارفه ان انا ما اقدرش اكسر كلامها لان انا بحبها. طب من غير كلام كتير اتفضل اطلع بره. حرام عليكي، انت مش عارفه انت معذبه ماما قد ايه. حرام عليكي، هي مش امك. والله دي حاجه بيني وبين امي، انت مالكش دخل بيها. ازاي مش مراتي؟ يعني انا دلوقتي في مقام الوالد الله يرحمه. لا، جوزها جايز، هي حره، لكن ابويا انا لا كان ولا هيكون. انا عذرك عشان ما كنتيش موجوده واحنا بنتجوز، بس ده اتعمل عشان مصلحتك. الكلام ده تضحك بيه على ماما، لكن انا لا. ظلماني، وبكره تعرفي انا قد ايه انسان طيب. مساء الخير. انتوا مين؟ اهلا اهلا بزعيم الشيوعيه في مصر. انت مين؟ مين ده ياسمين؟ ممكن تتفضلوا تطلعوا بره بدل ما اصوت والم عليكم الناس وابلغ البوليس. ايه رايك يا سمعه، اسيبها تصوت وتلم الدنيا وتجيب البوليس، ولا بلغ انا مباحث امن الدوله؟ ما تفهميني ايه الموضوع يا ياسمين؟ الموضوع يا روح امك انك خاطف بنت مراتي، ها؟ لو ما تلمتش وبعدت عنها هوديك ورا الشمس. انت ازاي تمد ايدك عليا بالشكل ده؟ ايه ده؟ اوعى نزل ايدك. سيبوه الحيوانات انتوا. خلاص يا رجاله سيبوه. لو ما كنتيش بكره عند ماما مش هتشوفي خلقته تاني. هوديه ورا الشمس. يلا. ايه اللي بيحصل ده يا ياسمين؟ اسماعيل احنا لازم نتجوز. انا اسفه اني اقول لك انك متجوزه بلطجي. ياسمين انت كده جوزتي حدودك معايا.
ما تنسيش ان هو جوزي. انا بقى بتجاوز حدودي لو بقول عليه حاجه مش صح. لكن اللي يجيب اتنين زي التيران ويتهجموا على شقه ويدخلوها بالعافيه ده تسميه ايه؟ ما تقول يا ماما. وانت سميك ايه؟ لما جوزي يجيبك في نصاص الليالي من شقه واحد عازب اسميه ايه؟ ده مقر الحزب، مش شقه من الشقق الخاصه اللي هو ما يعرفش غيرها. حزب ايه؟ الحزب ده وداكي في داهيه. ده بالنسبه لك انت، لكن انا بعتبره وسام على صدري وشرف اني بتحبس وانا بدافع عن رايي. السجن هو السجن. لا انا اسفه جدا، لما بقى زي حسين بيت دهشان واتحبس ابقى امشي وانا مداريه وشي من الناس، لكن انا هعيش طول عمري وراسي مرفوعه. والعامل بقى اللي انت تعرفيه هو اللي فهمك الكلام ده؟ العامل ده انسان مكافح واحترم واشرف بكتير قوي من ناس كتير لابسين ومتلمعين وهم من جواهم تفاهه وتخلف. يكون في مفهومك الواد ده لو ما سكيش في حالك لا انا هسيبه ولا حسين هيسيبه. اوكي انا هريحك خالص واريح السيد حسين الدهشان. عايزين تسجنوه؟ اسجنوه. تموتوه؟ اوكي، بس خليكي عارفه حاجه يا ماما، قبل ما تعملوا ده كله هكون متجوزاه. تتجوزي مين؟ اسماعيل يا ماما. يا خبر اسود، عايزه تتجوزي لي عامل؟ تهيألي مش هيكون اقل ولا اسوأ من واحد كلنا عارفين تاريخه كويس. على الاقل اسماعيل لا عمره سرق ولا نهب ولا لف قضايا الناس ابرياء ودخلهم السجن. انت اكيد اتجننتي. بالعكس انا اعقل واحده في الدنيا النهارده. اسمعي يا ماما، قولي لجوزك يبعد عن طريقي ويخليه في حاله لو عايزه يفضل بيني وبينك الحب والاحترام. بتقولي لي انا الكلام ده؟ كله تعليمك يا كليو هانا يا ماما. ولا تحبي اقول لك يا حرم حسين بيت دهشان؟ عن اذنك. ياسمين، ياسمين يا سلام يا سلام يا ماما، والله وحشتني ايدك وكاني لسه طفل صغير. انت لسه عيل يلا. الله الله الله. انا عيل برضو. الله يسامحك. ايه ده؟ في يا ست الكل، مالك؟ لقيت شعريتين شايبين في شعرك يا احمد. يا سلام، دي حاجه تخليكي تسهمي بالشكل ده؟ طبعا. عمرك عدى يا حبيبي وانت في السجن محروم من الدنيا. مين قال كده بس؟ انا الحمد لله زي الفل اهو يا ست الكل. ولعلمك بقى تجربه السجن دي انا خرجت منها بحاجات كتيره قوي. ازاي؟ عارفه المثل اللي انا كنت بكرهه زمان؟ اهو انا دلوقتي بقيت من انصار. مثل ايه ده؟ من خاف سلم. خليني في حالي على رأي أبويا الله يمسيه بالخير بقى، يظهر كان عنده حق. لا قوليلي بصحيح، إيه اللي ضلعها في مخه وهو في السن ده إنه يسافر؟ أصل أبوك يا أحمد بعد ما أنت اتحبست اتحول لشبع، بقى تايه زي ما يكون مش عارف هو مين. أبوك زي ما أنت عارف راجل عادي في كل حاجة، طول عمره حاسس ان هو مش زي محمود خيالك مثلا او زي بابا الله يرحمه. كان دايما بيحاول يداري احساسه بخيبة املي فيه. بس المشكلة الحقيقية يا احمد ان ده تكرر معاك. متصورش قد ايه كان بيتعذب بجد لما كنت بتتخانق معاه. هو حاسس ان انت مش فخور بيه. بس مين قال كده؟ انا عمري ما حسيت بكده. جايز نظرة عين تفضح اللي جواك من غير حتى ما تحس بيه. انا نفسي ما كنتش عارفه قد ايه هو غالي عندي غير لما سابيه وسافر. قوم افتح شوف مين خدتني في الكلام يا مجرم. طنط كولين. احمد الف حمد لله على السلامه يا حبيبي. اتفضلي اتفضلي. الف مبروك. الحمد لله على السلامه. شكرا. عقبالك. تعالي يا كولين. عليا أنا مش عارفة أقول لك إيه يا حبيبتي، أقول لك إيه؟ الدوام لله يا روحي، الدوام لله. ابتدى المشوار، وخوفي، هتصحي الجيران. يصحوا
كتير مش كده، على الاقل يسمعوا صوتي. خرب عقلك، انت سكران يا ولا؟ سكران؟ شش. عيب عيب، هو اي واحد يكون مبسوط شويه تقولوا عليه سكران؟ هو انتوا هتفضلوا كده عايشين طول عمركم في نكد؟ انت ابوك لو عرف هيطين عيشك. ابويا؟ وانا ابويا فضيل يا عمتي، ده انا ابويا راجل عسل، راجل صاحب دماغ ويحب الفرفشه. انا بقى كمان طالع له احب الفرفشه، اموت في الفرفشه. ولد يا قليل الادب، مالك بقيت عامل زي البلطجيه كده؟ يا خوفي، يا خوفي، يا خوفي. اتفضل على اوضتك والصبح لنا كلام تاني مع بعض. انت فين يا حسين؟ بكلمك طول النهار مش موجود. مش خير طبعا. تصور ياسمين بتهددني انها هتتجوز الزفت اللي اسمه اسماعيل ده. اتصرف يا حسين، اتصرف عشان خاطري. الجميل ده مش هنساهولك طول العمر. اوكي يا حسين، اروفار. مين على الباب يا نعيم؟ كليو. محمود؟ حبيبتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. أنا عارف إنك زعلانة مني، بس لما هحكي لك على الظروف هتعذريني. وحشة بشكل. وانت كمان. لا لا لا، ايه ده؟ ايه الاستقبال البارد ده يا كليو؟ لا بارد ولا حاجة. اصل الظروف نغيرها. اي ظروف في الدنيا نغيرها. انا دلوقتي خلاص بقيت حاجة تانية كبيرة قوي في اليونان. ايه؟ انت ما وصلكيش الجواب اللي بعتولك ولا لا؟ بعتهولك بعد ما عملت أول شركة باسمي في اليونان. ألف مبروك. الله 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 الله، متغيرة كده ليه؟ في إيه كليو؟ إيه اللي حصل في غيابي؟ إيه ده؟ الصورة دي ايه اللي خلي الحيوان ده يتصور معاك؟ ما تنطقي، ردي عليا، جاوبيني. ايه اللي جاب حسين الدهشان ده هنا؟ حسين الدهشان يبقى جوزي.